طيب لسه كنا بنتكلم على كابتن مؤمن زكريا، وكابتن سيد بيتكلم على أهمية مؤمن وثقته كبيرة إن شاء الله إن مؤمن بعد العلاج الكافي يرجع. على التليفون الكابتن مؤمن زكريا. كابتن مؤمن أهلا بيك. أهلا بيك حضرتك يا أستاذ إبراهيم. إزيك يا كابتن مؤمن، وحشنا كتير. والله حضرتك كمان. كابتن سيد وحشني بقالك يومين وكان. ما شفتكش يا مؤمن. مطنشك بقالي يومين مش كده؟ دمه خفيف قوي، خلي بالك مؤمن. اه طبعا. مره مؤمن كان عندنا مباراه مش عارف مع الالومنيوم حاجه كده. فاكرم توفيق حماسي جدا. وواحد من الناس اللي هيبقى ليها مستقبل كبير، انا مستنيه، انا براهن على على اكرم توفيق ان هو يكون واحد من الناس ان شاء الله الرحمن له مكانه في الاهلي باذن الله يعني. فخد انذار في الثانيه مثلا 20. احنا بنلعب في بدايه الدور تقريبا 32 ولا حاجه. مؤمن قاعد يجري ورا شويه بتاع دقيقه كده يقول له صلى على النبي. قلت له ايه ده صلى على النبي. ده طمنا عليك يا مؤمن. الحمد لله والله يا استاذ ابراهيم، الحمد لله احسن الحمد لله. طيب ايه المراحل العلاج بقى وان شاء الله ترجع لنا في احسن حاله؟ يعني ان شاء الله مسافر في نص الشهر كده باذن الله، ان شاء الله الراجل يطمنا في المانيا وان شاء الله اكون موجود في اقرب فرصه باذن الله. يعني قيد يناير كابتن سيد يعمل حسابك ان شاء الله الرحمن. ان شاء الله باذن الله. أنا جيت الأهلي في يناير وأرجع الأهلي في يناير. ده أنت ظابط على يناير. أنا عارف في شهر يناير. طيب إحساسك إيه بقى الجهاز الفني الجديد النهارده؟ لا يعني أكيد إحساس يعني كويس إن هو الراجل جه من بداية الموسم، أكيد أشوف اللعيبة كلها، أشوف الفرقة، إن شاء الله بإذن الله أتمنى التوفيق من خلال الفرقة بإذن الله. إن شاء الله يا كابتن مؤمن نطمن عليك. وفي انتظارك قبل يناير، لانه متهيألي برضو انت هم شهرين في المانيا والاهلي مؤكد مهتم ان هو يوفر لك افضل فرص العلاج ان شاء الله. اكيد طبعا انا بشكر النادي اكيد واقف جنبي، يعني مش انا بس ظروف جاب ولاده وبتاع، يعني النادي الحمد لله واقف جنبي. وانا بقول لحضرتك هو كسبان منا ما كلمنيش فانا زعلان يعني. انه انشغل عنك يومين اتنين. لا صعب قوي كسبان كده. طب ده هو لسه ما دخلش في المعمعه، اذا كان من دلوقتي وبتشغل اليومين ده بعد كده يغيب عنك اسبوع. صراحه انا من الناس اللي بعتبره كابتن، مش كابتن ولا حاجه، بعتبره اخويا الكبير وبشيله في كل حاجه، فباذن الله ربنا يوفقه الفتره الجايه. واكيد واحد من الناس المهمين جدا في النادي وكده، فان شاء الله بتمنى له التوفيق باذن الله كتاب. بس ما تغيبش عني والناس حبيبي يا مؤمن. مؤمن يعني دايما شخصيات اللعيبه الكبيره تبان في المواقف الكبيره او الماتشات الكبيره. في الماتشات الكبيره، فكل الماتشات الكبيره هتلاقي مؤمن حاضر. كل الماتشات اللي فيها حاضر يعني بتأثير ضغوط. كمان مش تأثير طبعا. كل الماتشات اللي فيها ضغوط صحيح، يعني تسبق اللقاء او اثناء اللقاء هتلاقيه بيأدي بشكل كويس قوي. فدايما شخصيه اللعيب الكبير بتبان في المواقف الكبيره والماتشات الكبيره. ان شاء الله تبان وترجع في احسن حاله يا مؤمن باذن الله. ان شاء الله باذن الله يا ابراهيم، دعواتكم كده ان شاء الله. شكرا جزيلا كابتن مؤمن زكريا، شكرا جزيلا.